السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة أسرار المطبخ المصري. النهاردة إن شاء الله هنعمل كده بتنجان مخلل يفتح النفس جنب أي أكل تاكليها، جميلة جدا. بتنجان مخلل مقلي، بس طريقة جميلة وسهلة ومش مكلفة، ولا جبنا حاجات خالص اتكلفناها من بره. حاجة كده بصوا شكله أساسا لوحده يفتح النفس لوحده من غير اي حاجه جنبه، يا دوبك رغيف عيش و تمام كده. يلا بينا نبدا نتعامل ازاي الباذنجان المخلل ونسميه بسم الله. بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو وننزل نفعل الجرس عشان يوصلكم كل جديد من عندي. ويلا بينا نبدا على طول على طول نقول اتعامل ازاي الباذنجان المقلي المخلل ونسميه بسم الله. المقادير بتاعتنا بسيطه وسهله جدا. عندنا طبعا الباذنجان اهو جبته وغسلته، ويا دوب بس شلت العرش بتاعه من فوق كده بايديا من غير سكينه ولا حاجه، وفتحته بس شق صغير كده بالسكينه، ما وصلتش للاخر يعني شق كده صغير، ولا من فوق قوي ولا من تحت قوي، يعني سليمه زي ما هي كده. وعندنا توم، عصير ليمون، وفلفل حراق اهو، فلفل اخضر واحمر اللي هو القرون. خدت نص بس، يعني انا خدت نص القرنين دول عشان ما يبقاش حراق زياده عن اللزوم وما نعرفش ناكله. لو انت بتحبي الحراق حطيهم الاثنين. وكمان معانا هنا فلفل برده رومي، خدت برده نص واحد، وخل. والبهارات بتاعتنا عباره عن معلقه كمون، معلقه كزبره ناشفه، ومعلقه ملح. هنعمل ايه؟ هنروح بقى على البوتاجاز هنقلي الباذنجان، وبعد كده نرجع عشان نعمل له التتبيله. هنا عندنا الزيت اهو ابتدى يسخن، هننزل فيه الباذنجان لسه شوية. عشان انا عايزة الباذنجان يستوي كويس جدا من جوه، هرفع النار. خليهم يتمروا بقى، يتمروا كويس جدا ويستوي الباذنجان من جوه عشان ما يبقاش القلب بتاعه نايم. ونروح بقى نعمل التتبيله بتاعت الباذنجان المخلل. هنا بقى عندنا التتبيله، هنعمل ايه بقى؟ هاخد الثوم والفلفل الرومي والفلفل الحراق، هدقهم يا اما في الهون يا اما في الكبه بتاعت الخلاط، هندقهم وهنرجع بقى عشان نتبل كل التتبيله، نحط كل التتبيله على بعضها ونتبل بيها الباذنجان. هنا عندنا الثوم بصوا فرمناه مع الفلفل الرومي وفلفل الحامي، هنزل عليهم التوابل كده وهخلط كويس جدا علشان هاخد شويه منهم هحشي بيهم الباذنجان. الباذنجان بتاعنا اهو بعد ما اتقلب زي الفل. كده بقى هنبتدي نحشي الباذنجان بتاعنا شويه صغيرين من جوه التتبيله بتاعتنا الحلوه قوي دي، ريحتها تجنن كده. ونقفل عليها. بصوا القلب بتاعه لسه ابيض ما اغمقش عشان احنا فتحنا حته صغيره بس منه. هو مستوي زي الفل من جوه اهو.
كده بعد ما حشينا الدجاج بتاعنا هنجيب بقى بولة زي دي وهنحط بقية الثوم بتاعنا اللي احنا حشينا بيه الخلطة، حشينا بيه الباذنجان اسفة. هحط عليه خل، شوية خل هنا كده، وهنزل بعصير الليمون، هعصر الليمونتين. عصرنا الليمون، هنحط بقى شوية مية، مقدار كوباية كبيرة. هندوز الثوم مع المية مع الخل مع الليمون مع التوابل بتاعتنا، ونظبط الملح. كده دوبنا الخليط بتاعنا، هنبتدي ننزل بقى ايه بالباذنجان. كل كمية الباذنجان، وهنسيبه بقى ايه يتشرب فيها ليلة كاملة عشان تاكلي باذنجان ملهوش حل، يعني مش اقل من ليلة، كمان ليلتين. كل ما يقعد كل ما يبقى اجمل. هنكيسه بقى ونحطه في التلاجة عشان طبعا الريحة بتاعت التوم متغطيش عادي في التلاجة. ايه رأيكم بقى في الجمال؟ بصوا باذنجان مخلل من الاخر، حاجة كده تفتح النفس. هو يدوب بس حتة عيش جنبيه، رغيف عيش مؤمر كده او حتى طري، جميل جدا جدا جدا، مش محتاج اي حاجة جنبيه. بصوا حلو جدا وريحته تجنن. جربوه بالطريقة دي، حلوة جدا. يا رب يكون نال اعجابكم الباذنجان المخلل المقلي، واستنوني فيديوهات احلى واحلى ان شاء الله، واترككم في رعاية الله. بس ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وننزل نفعل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.